مشروعنا اسمه فيزيت هيبرون أو زور الخليل. هو مبادرة بلشت صغيرة وكبرت، اليوم عمرها 4 سنوات. بلشنا المشروع بداية لحتى نعطي فكرة عن مدينة الخليل وعن المعاناة اللي بيعيشها الناس في البلدة القديمة في مدينة الخليل. الهدف من هذا المشروع إنه إحنا نسلط الضوء على البلدة القديمة والأماكن الأثرية الموجودة في مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي ومحيطها. مشروعنا بدأ من فكرة بدأت تبقي إنه بحاجة إحنا حتى نعرف الناس على وضع الخليل، بالأخص إنه مدينة الخليل وضعها جدا حرج كمستوطنات موجودة داخل المدينة. الأجانب اللي بيجوا من جنسيات مختلفة بالخليل بيوصلوا للمدينة وبشوفوا المعالم وبشوفوا المعاناة اللي بعيشها الناس في البلدة القديمة. الحلو بمبادرة فيزيت هيبرون أو زور الخليل إنها تجمع أكثر من هدف، إنه أول شغلة بيتعرفوا على مدينة الخليل، ثاني إشي بيزوروا الأماكن الأثرية والدينية والتاريخية. إحنا كنا بدايتنا 4 أشخاص، هي طبعاً مع الطارق التميمي هو مسؤول عن المشروع هذا مديرنا طبعاً. بديش أنا محمد الفرحني ولينا المحتسب وأديب النتش وكمان شاب اسمه حجازي هو حاليا في فرنسا. طبعا المشروع بلشت كفكرة، شفنا أنه الخليل حاجة جدا لتعريف عن وضعها، لأنه وضعها جدا حاليا تعبان سواء من ناحية السياحة أو ناحية الوضع الأمني. It's very hard for me to see this reality because it's a wonderful city, wonderful. كان صعبا جدا علي رؤية هذه الأحداث لأن الفلسطينيين حقا طيبون وكانوا لطفاء جدا معنا، لقد كان مؤلما حينما فتشوا الدليل السياحي المرافق لنا على الحاجز. That don't permit to my guide to go under the other position, the other parts of the city. معظم اللي بيجونا على السياحة بكون مغسول دماغهم من مطار البن غوريون في تل أبيب، بيحكوا لهم ما تزوروا الضفة لأن الضفة جدا خطرة، بس يوم يجوا عندنا على الضفة احنا بنورجيهم المناطق في الخليل. هاي بعض الوقت بنجي احنا بنكون يقول لك انه انتوا المحتلين مش الإسرائيليين، بالرغم انه موجود كل شيء موجود بيحكوا الإسرائيليين هم الضحية. فإحنا كانت مهمتنا نورجيهم شو بصير في الخليل وين النقاط المستوطنات وين نقاط الجيش وليش احنا عايشين هون وليش حتى الآن بعض البيوت تعد بعايش جنب المستوطنات موجودة حتى الآن. أتمنى أن أعود إلى الخليل مرة أخرى، الناس هنا رائعون ومن المهم أن نرى الحياة من جميع الجوانب وكل شيء ممتع، الأكل لذيذ والتسوق في شوارع الخليل القديمة رائع. المسؤولية الاجتماعية اللي احنا بنعملها في فيزيت هيبرون انه احنا بنحاول نساعد الناس الساكنين في البلدة القديمة العائلات الفلسطينية، بنرتب اكل يكون موجود في بيت لعائلة فلسطينية، بنخلي كل السياح انه يدفعوا مبلغ كتير رمزي بسيط عن كل وجبة بيعملوها. هيك احنا بنكون جمعنا نقطتين، اول اشي بنخليهم يجربوا الاكل الفلسطيني الخليلي مثل مثلا المقلوبة اللي بيقولها upside down، بنفس الوقت بيعيشوا اجواء العائلة الفلسطينية بيقعدوا بياكلوا بنفس البيت الفلسطيني بيشوف كيف جمعة العيلة. لحد السنة هي من سنة 4 سنوات استقبلنا ما يقارب 1004 جروبات سياحية، ما يقارب 7420 سائح حتى الآن ضمن مشروعنا خلال 4 سنوات. بنعمل جولتنا في المنطقة الفلسطينية حتى نعرفهم على المستوطنات، فرجين المستوطنات، الحرم الإبراهيمي. كل أحد وأربعة بيكون في جولة، الجولة إما بتكون صباحية أو مسائية حسب ما إحنا بنحدد وحسب العدد. طبعا العدد بيختلف، أحيانا بيكون في عنا 10 15 20 أحيانا بيزيدوا ل 28.